ليه بقى العب الفاطميين هم أول من قال إن السيادة أو لفظ السيد يكون فيه الحسن والحسين بس؟ العباسيين اللي هم أقاموا الدولة العباسية سنة 132 هجرية على أنقاض الدولة الأموية، طبعا معروف إنهم كانوا ينتسبوا إلى مين؟ إلى ذرية العباس. هنا الفاطميين قالوا لا، ما دام عباسيين يبقوا أشراف فقط، يبقوا ياخدوا رقب الشريف، أما الفاطميين فهم بينسبوا نفسهم لمين؟ للسيدة فاطمة الزهراء، وبناء عليه الفاطميون هم السادة والعباسيون يعتبروا إيه؟ أشراف. والمؤرخون على أن أول من استعمل هذا التفريق هي الدولة الفاطمية في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع، لأن الدولة الفاطمية قامت في المغرب على حساب دولة الأغالبة في نهاية القرن الثالث الهجري، ثم انتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر على حساب الدولة العباسية في القاهرة، واتخذت القاهرة مقرا للخلافة وغير هذا. ومن وقتها وبدأت التشعبات في مسألة السادة والإيه؟ والأشراف.